أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر درجة أولى قطعتين، المضرب عندنا من الجوز، واضح معنا بالزخرفة الجميلة هذه من المزيك حوالين الشمسية والقمريات وفي الوجه وفي إطار العود وإطار الزند كذلك. الزند عندنا مطعم ما بين الجوز والعظم، هنركز عليه في التصوير بعد شوي أكيد. الظهر عندنا من خشب الأمرانت وخشب الوينجي. هذا الميكس جميل كثير يا جماعة، الآن راح نشوف تأثيره على الصوت. المزيك حاضر معنا مع الأمرانت كمان، هنا في الخطوط هذه أو السبلات اللي احنا بنسميها السبلات، وعندنا العظم هون أيضا مزين من الأعلى والأسفل، عندنا العظم أيضا مزين سوار العود. المفاتيح عندنا من الأبانوس درجة أولى. الزند عياري، نقدر من هنا نتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن الزند بكل بساطة. هذا هو العود، أنيق جدا. الآن نبدأ نسمع صوته ونستمتع فيه بكل المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما. بالمناسبة الأوتار عندنا من البيراميد لوت دوزان دودو. قياسات هذا العود: العرض 36.5، العمق 19.5، والزن 19.5، وعرض العظمة 3.9. حلو، نبدأ الآن نسمع صوته، صوت طربي وجميل. لاحظوا امتداد الصوت. Thank you.
الأخير عن العود اللي عزف على فينجر بورد كامل. نبدأ بالتوفيق، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.